نروح ايضا لاكاديميات النادي الاهلي بقياده الكابتن عبد المنعم شطه. وجميل جدا لما تلاقي اكاديميات النادي الاهلي بتكرم اسم الراحل العظيم محمد عبد الوهاب، لما تلاقي اكاديميات النادي الاهلي بتقيم دائما وابدا بطولات داخليه بين اللاعبين باسم الراحل محمد عبد الوهاب. نروح لفرع النادي الاهلي في مدينه نصر ونشوف التقرير ده وختام بطوله فرع مدينه نصر التي تحمل اسم محمد عبد الوهاب. الحقيقه الانشطه المختلفه دي يعني بيساعدنا احنا في الاكاديميات ننتقي لاعبين جيدين وننتقي لاعبين مميزين، عشان من خلال هذا الانتقاء يبقى عندنا على الاقل على الاقل فرصه لاولياء الامور يعني يعرفوا احنا ما بنظلمش حد وبنعمل الاكاديميه دي من اجل اننا نلقي الضوء على بعض المواهب اللي موجوده اللي ممكن تتعرض على قطاع الناشئين. ان شاء الله في نهايه الموسم بنجمع كل هؤلاء اللاعبين المميزين اللي اشتركوا في البطوله، وبعد كده نعمل معاهم معايشه مع القطاع عشان نختار افضل لعيبه. فالبطوله دي طبعا الحقيقه نهايتها النهارده يعني زي ما انت شايفه فيها اكاديميات كتيره جدا موجوده، انها في نهايه دلوقتي موجوده في اكاديميه من غير اكاديميات النادي الاهلي في النهايات، فواضح انه في بعض الاكاديميات الاخرى عندها انشطه قويه جدا وعندها لعيبه مميزه، واحنا دائما لما نلاقي لعيب مميز في اكاديميه اخرى بنستاذن مدير الفرع او صاحب الاكاديميه انه ممكن يلتحق معانا او ممكن نعرضه على قطاع الناشئين مستقبلا اذا كان هو مش عايز يفرط فيه يجي في الاكاديميه. ودي طبعا فرصه كويسه ليه انه اكاديميته عندها القدره على انها تنتج لاعبين مميزين. طبعا انا يمكن طبعا البطوله دي بطوله الكابتن محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه، والبطوله دي زي ما قلت لحضرتك في اكاديميات مختلفه، احنا بنبص على الولاد ودايما في دوافع حتى عند المدربين اللي هم بيشتغلوا مع الولاد دي بالذات وخصوصا اكاديميه النادي الاهلي، ان ده دايما بيدي اللعيب اللي هو مميز او اللعيب الكويس بيدي له روح وبيدي له اداء وبيدي له مستقبل كويس. ليه؟ لان كل اللعيبه لعيبه اكاديميه نادي الاهلي والنادي الاهلي عندنا دائما مدربين بيحاولوا النهارده ينموا حته الانتماء للنادي الاهلي للولاد الصغيرين، فبيشجعوا الولاد الصغيرين دول انه مستقبلك نادي اهلي، مستقبلك ممكن تلعب قطاع ناشئين درجه اولى، فالولاد كلها عندها هدف، عشان كده تلاقي الولاد حتى بتلعب بروح روح عاليه جدا. يعني احنا عاملين النهارده الختام، عندنا 6 ماتشات هيتلعبوا، هيطلع الاول والثاني دوره برضو عاملينها، يعني مش عايزين نقول اول وثاني والحاجات دي عشان ما يبقاش الولاد متعصبين والمدربين متعصبين، لا بيجي يلعبوا في بيشاركوا في الدوره حوالي 16 فرقه، يعني حاجه كويسه جدا بيلعبوا الدوره دي، بنلعبها على اساس الولاد بيحصل احتكاك وبيلعبوا مع جميع المستويات مع الفرق الثانيه برضو كلهم يعني معظمهم اكاديميات، فيعني بتبقى الماتشات كويسه، ده الغرض من اللي احنا بنعمل الدوره دي طبعا عشان ذكرى الكابتن محمد عبد الوهاب، وكمان عشان يحصل زي ما انت شايف الولاد والاهالي والاولياء الامور كلهم طبعا جايين مبسوطين وبيشجعوا اولادهم وكلهم مبسوطين ان هو اولادهم بيلعبوا ماتشات كوره، يعني غير التدريبات، يعني ما يبقاش كل حاجه تدريبات، لان عارفين اللعيب لما بيشترك وبيلعب ماتشات بيزيد مستواه، واحنا الحمد لله عندنا ما شاء الله شويه ولاد كويسين جدا زاد مستواهم لما لعبوا دورات، لعبنا كذا دوره قبل كده، ولعبنا واحده في الغردقه ولعبنا واحده في الشيخ زايد ولعبنا واحده في المنصوره وواحده في اسكندريه، يعني بيلعبوا التحامات كتيره في الاكاديميات اللي احنا الدورات اللي بنعملها بتبقى حاجه كويسه جدا. والله طبعا احنا من اول السنه كان عندنا بلان، ومن السنه اللي فاتت ان احنا بنعمل دايما مراحل سنيه بنعملها بطولات، البطولات دي بتبقى في بطولات داخليه تبع النادي وفي بطولات خارجيه بنجيب فرق من بره عشان نزود احتكاك الولاد، الاحتكاك ده مهم جدا اليوم لان احنا في الاخر بنحاول نعد مجموعه كويسه بنقدمها لقطاع الناشئين، لو في عناصر كويسه يقدر هو ينقيها، لان الاكاديميه وقطاع الناشئين هو امتداد واحد من ايام الكابتن خالد بيبا وما كان موجود هنا في الاكاديميه، ومن ايام الكابتن خالد بيبا راح قطاع الناشئين والكابتن شطه ودلوقتي الكابتن وليد سيمان والكابتن بدري والكابتن محمد شوقي، في تعاون كبير جدا مع بعض ان اي اولاد كويسه بتكون موجوده نقدر نقدمها لقطاع الناشئين نفرز شكل كويس. طبعا من اول السنه كنا بنعد لمراحل السنه الصغيره دي اللي هي 2015 2016 ان احنا بنعودهم على اجواء المباريات وبنعمل لهم بطولات ومنافسات بحيث ان هم يبقوا مؤهلين بعد كده ان هم ان شاء الله يكونوا موجودين نواه في قطاع الناشئين ان شاء الله.